كيف تستفيد من الإجازة في مذاكرة القدرات بطريقة مجانية وسهلة وممتعة ومفيدة أيضا. أهلين، كيفكم؟ طبعا هذا المقطع جاء سريع سريع، بس قلت لازم أفيدكم في هذا الموضوع، وإن كيف تستفيدون من الإجازة في مذاكرة القدرات. أول شيء خلوني أكلمكم عن أكاديمية نور. أكاديمية نور عندهم دورات للتحصيلي وللقدرات، طبعا مجهزين لكم دورة للتحصيلي إن شاء الله، ودوراتهم مدفوعة، ولكن هالمرة قدموا لكم دورة مجانية للقدرات مدتها يومين، الأربعاء والخميس، بث مباشر، يعني لازم تسجلون والمقاعد محدودة. خلوني أتكلم لكم عن الدورة المجانية هذه. الدورة ماخذين الأسئلة اللي دايم تتكرر في اختبار القدرات وشارحينها لكم بشرح مبسط ومفهوم. أحسن شيء ممكن تسوون إنكم تسجلون في الدورة هذه، بتفيدكم كثير، خاصة إنها مجانية ومدتها يومين بس، فبتستفيدون. طبعا اختبار القدرات المحوسب، تفاصيل التسجيل بتكون في صندوق الوصف. طبعا بحط لكم حساباتهم على الشاشة، تويتر وإنستغرام، أنتوا تقدرون تسجلون في الدورة من جميع حساباتهم، يعني يا تويتر يا إنستغرام يا واتس، كل التفاصيل في صندوق الوصف. أنا بعد ما كلموني عن الدورة حقتهم رحت دخلت على حسابهم، شفت آراء الطلاب في دوراتهم، كلهم يمدحون الدورات اللي يسوونها أكاديمية نور. بحط لكم آراء الطلاب على الشاشة لو حابين تشوفونها، وبعدين إن شاء الله في الفترة الجاية بيسوون دورات مدفوعة للتحصيلي وللقدرات، ولكن عن نفسي أحس استغلوا الفرصة هذه وسجلوا في الدورة المجانية، مرة بتفيدكم، يعني خاصة إنها بتكون زي التدريب لكم. وبس أتمنى أفدتكم، كان هذا أسرع مقطع أصوره، مع إني حتى ما كان عندي وقت، بس قلت لازم صدق أعلمكم عن الدورة المجانية هذه، لأن دايم كل ما نزلت عن دورة يسألون إنه ما في دورة مجانية، أنا دايم الدورات يعني مدفوعة، فهذه فرصة لكم. في النهاية قبل لا أنهي الفيديو، إذا عندكم أفكار فيديوهات حابين أصورها يا ريت تكتبون لي في التعليقات، لأن أحس إني مطفرة أفكار، ما عاد عندي أفكار للمقاطع، فاكتبوا لي المقاطع اللي ودكم إني أسويها في التعليقات. وبس اللي جربوا دورات أكاديمية نور يكتبون حتى آرائهم في صندوق في قصدي التعليقات. والتفاصيل تفاصيل التسجيل في الدورات نفس ما قلت لكم في البداية وأعيد أكرر بتلقونها في صندوق الوصف.